يعرض تلفزيون البحرين في تمام الساعة 9 من مساء اليوم فيلما وثائقيا حول ما سمي بأكاديمية التغيير، أحد أهم الأذرع القطرية التي استخدمها النظام القطري ضمن سياسته الخارجية الهدامة لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية وعلى رأسها مملكة البحرين. تم تجنيدي لإسقاط النظام في البحرين. تبين لنا أن تم اختيارنا لسبب ما. خبايا المشروع القطري. تم تدريبي في العاصمة النمساوية فيينا. لقلب أنظمة الحكم في الدول العربية. تفاجأنا أن احنا المراد منا أن احنا نسقط النظام في البحرين. عملية دفع الرسوم ما تكون في فيينا، تكون في الدوحة. We are supporting the people of those countries who's asking for justice and dignity. أكاديمية التغيير، أكاديمية التدمير.